أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله اليوم موضوع جديد وموضوع آخر، وهو الكاميرا سيستم. راح نحكي عن البيسكس مال الكاميرا سيستم. بداية، الكاميرا مثل جهاز السينما بروجيكتر، هو عبارة عن جهاز ضوئي وتدخل معه قطع إلكترونية وقطع ميكانيكية. توجد عدة أنواع من الكاميرات. الأنواع الأساسية المستخدمة هي SLR والDSLR والفيديو كاميرا. طبعا هذا التقسيم حسب نظام عملها. SLR مختصر لي Single Lens Reflex، DSLR هي Digital Single Lens Reflex، يعني الكاميرات الفيلمية تسمى SLR، الكاميرات الديجيتال تسمى DSLR. أما الكاميرات الفيديو فتقنية العمل مالتها تختلف بجزء بسيط، وراح نشرح إن شاء الله بالمحاضرات الجاية. اليوم راح نحكي إن شاء الله عن أول جزء من أجزاء الكاميرا، وهو اللينس. وهذا الجزء طبعا يسمى الأوبتيكال سيستم، أي ما معناه النظام الضوئي للكاميرا. عادة اللينس يوضع في مقدمة الكاميرات، وظيفته هي نقل الصورة ليتم التقاطها بواسطة السنسر الخاص بالكاميرا. طبعا توجد عدة أنواع من اللينسز، كل نوع له مواصفات معينة. كل نوع من هاي الأنواع ممكن أن يستخدم في بيئة معينة، أو يمكن يستخدم في بيئة تصوير معينة. الاختلافات بين هاي اللينسز بالمواصفات، راح نحكي عن هاي المواصفات اللي يتم المقارنة بيناتها، شنو معناها، حتى نقدر نحدد إمكانيات هاي اللينس من خلال هاي المواصفات. أول بارامتر هو الأنجل أوف فيو. الأنجل أوف فيو هي الزاوية اللي تقدر تشوفها العدسة. يعني أكو عدة أنواع من العدسات، عدسات إمكانية عرض زاوية صغيرة مثل هاي، وعدسات أخرى إمكانية عرضها لزاوية كبيرة جدا مثل هاي اللي نشوفها. طبعا هاي الزوايا تسمى بالوايد أنجل، وايد أنجل لينس، أو بالمصطلح العام يسموها المصورين الوايد لينس. تستعمل هاي العدسة الوايد في حالات من أهمها عندما تكون الكاركتر المراد تصويره يقع على مسافة قريبة من الكاميرا أو اللينس. بهاي الحالة إذا كانت اللينس عندها الأنجل أوف فيو صغيرة جدا، ما راح تغطي كل مساحة الكاركتر اللي يريد نصوره، لذلك تستخدم الوايد أنجل. أغلب اللينسز اللي تكون الأنجل أوف فيو مالتها صغيرة هي الزوم لينسز. طبعا هاي الزاوية وهاي الزاوية هي تمثل الزاوية اللي تقاس من منتصف اللينس، وتقاس بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه. يعني هاي الـ 100 degree هي الزاوية من هذا المنتصف اللي هو هذا 90 لهاي النقطة زائدا لهاي النقطة، يعني الزاوية الكلية هي هاي 100. الأنجل أوف فيو أيضا تقاس من عدة جوانب، إذا كان من الجانب الأفقي أو العمودي أو القطري، الـ horizontal angle of view، vertical angle of view، والـ diagonal angle of view. تصنع العدسات لتكون لها زوايا رؤية مختلفة، different angle of view. لحساب هاي الأنجل، الـ W وهي تسمى الـ angle of view تساوي 2 tan inverse y over 2f. الـ y هو الـ image size أو البعد. إذا كان، راح نرجع لهنا، إذا كان horizontal angle أو الـ vertical angle أو الـ diagonal، يعني هذا يقبل 3 أبعاد. من أريد حساب الـ angle of view vertical أو horizontal أو diagonal، لازم أختار الـ y هو يا بعد الصورة horizontally or vertically or diagonally. أما الـ f فهو الـ focal length، وهو البعد بين الـ image sensor وهو ما يسمى بالـ CCD عن الـ center of lens، مركز العدسة. عند تصنيع العدسات أو تصميمها، هنالك مشكلة تظهر تسمى chromatic aberration. هاي المشكلة لما يسقط الضوء على العدسة، تحصل مشكلة صغيرة، وهي أنه هذا الضوء عندما يمر باللنس يتحلل إلى مركبات الأساسية، وهي الجرين والبلو والريد. بعد ما يتحلل، كلنا ندري الأطوال الموجية لهذه الألوان المختلفة هي مختلفة أيضا. يعني الريد طول الموجي مالته جدا عالي، الجرين أقصر، البلو صاحب أقصر طول موجي بالمجموعة. فلذلك يكون الفوكال لينث مال كل لون مختلف. يعني اللون الأقصر راح يكون نقطة الفوكس مالته على بعد معين من اللينس، أما اللون الأخضر راح يكون نقطة الفوكس مالته
على نقطة أبعد من نقطة اللون الأزرق، واللون الأحمر تكون أبعدهم كلهم. هاي بسبب اختلاف الأطوال الموجية. عندما ما يتم تسجيل هاي الصورة راح تظهر مشكلة، وهي أنه مركب الصورة من اللون الأزرق راح يكون out of focus، لأن نقطة الفوكس هي أقرب من موقع LCCD، لكن اللون الأخضر خلنا نعتبرها هي عند موقع CCD. أما اللون الأحمر راح يكون أبعد فيطلع out of focus. لذلك إذا وضعوا CCD على بعد اللون الأحمر راح يظهر اللون الأخضر والأزرق out of focus. إذا وضعوها على CCD على موقع الفوكس للون الأزرق أيضا راح يطلع اللون الأحمر واللون الأخضر out of focus. وإذا وضعوها بالوسط وهي نقطة الفوكس بوينت الخاصة باللون الأخضر راح نضحي باللونين الباقية، وتكون هاي النتيجة. هاي الصورة اللي باليمين هي عبارة عن صورة طبيعية حدودها حادة ما بيها أي مشكلة من ناحية الفوكال لينث والتركيز، يعني كل الألوان هنا خلنا نعتبر هاي النقاط اللي هي N focus تحتوي على كل الألوان الـ R والـ G والـ B. لكن بهاي الحالة بدنا نشوف أكو هنا اختلاف بالألوان أو أكو مشكلة بالألوان. إذا بدنا نشوف هذا اللون الظاهر خارج الوردة هو لون أحمر، بسبب شنو؟ أن اللون الأحمر من هاي النقطة ولغاية هاي النقطة هو out of focus، وكذلك اللون الأزرق out of focus. فقط اللون الأخضر اللي بدنا نشوفه هو اللي يحدد الصورة. ولعلاج هاي المشكلة تم استعمال طريقتين، أما يستخدمون crystalline substances مثل الفلورايد، مواد بلورية مثل الفلورايد واللي هي تقوم بتشفية الانحراف الخاص بكل مركب من مركبات الضوء إلى أن تجعلها في نقطة focusing point واحدة، أو تستخدم عدة عدسات، يعني عدسات مختلفة مقعرة ثم محدبة باتجاه معاكس حتى يتم تصحيح هاي الانكسارات. يعني الضوء نفسه والألوان هاي نفسها راح تمر بعدسات ثانية وتعاني من انكسارات معينة، وبالتالي عندما تخرج راح تصحح هاي الفوكسنج بوينت لكافة الألوان تجعلها في نقطة واحدة. فنقدر نتغلب عن هاي المشكلة الكروماتيك أبريشن من خلال استخدام هاي الطريقتين. ولحساب مسافة الفوكسنج بوينت بعد مرور الضوء بأكثر من عدسة نستخدم هذا القانون، الدي اللي هي البعد مال الـ CCD عن اللينس يساوي F1 plus F2 over 2 اللي هو الفوكال لينث الأول مع اللينس الأولى زائد الفوكال لينث الثاني مع اللينس الثاني over 2. نجي إلى موضوع آخر، هذا ما يعتبر بارامتر من بارامترات الكاميرا لكن يجب أن نفهمه قبل أن ندخل المواضيع الأخرى، وهو الكالر تيمبرتشر. كل لون موجود بالطبيعة هو إلى قيمة تيمبرتشر، وهاي التيمبرتشر تقاس بالكلفن. يعني هذا اللون اللي هو يقترب من اللون الأحمر هو 2200 كلفن، الأعلى منه 2700 كلفن، اللون الأبيض 4000 كلفن، اللون الأقرب للأزرق واللي هو نشوفه بحياتنا اليومية تقريبا نيون هو 5500 كلفن. وطبعا بالأسواق من نروح نشتري أي مصباح يسألنا تريد الإضاءة شمسي، الشمسي هو يقصد به الكالر تيمبرتشر مالته يوقع بهذا المستوى 3200 او 3000 بهذا اللون. بعض انواع الاضاءة تميل للون الاصفر وبعض الاخرى تميل للون الازرق. فكل كاميرا حتى تتعامل ويا كافة الالوان الموجودة بالطبيعة لازم تقدر تتعامل ويا الكالر تيمبرتشر ككل. يعني اذا صورنا مثلا بيئة معينة لازم نختار اثناء التصوير نختار كالر تيمبرتشر مناسب او مطابق للبيئة اللي دا نصور بيها، حتى لا تطلع الألوان مو صحيحة. مثلا أنا أصور بيئة من هذا اللون وأختار الكالر تيمبرتشر للون أعلى مثلا 5500 راح تطلع الصورة أقرب للون الأزرق، وراح نفهم ليش بالسلايد الجاي. كل كاميرا CCD مالتها يتعامل ويا كالر تيمبرتشر محدد، لذلك أكو عملية يسموها الكالر كونفرجن فلترز تستخدم بالكاميرات حتى تحاول توصل الكالر تيمبرتشر الموجود أثناء التصوير للكالر تيمبرتشر الخاص بالكاميرا، يعني الكالر تيمبرتشر اللي صممت بها الكاميرا. مثلا عندما أصور بيئة الكالر تيمبرتشر معناتها 5600 أنا لازم أحدد بالكاميرا 5600 حتى الكاميرا تقدر تستخدم فلتر يحول 5600 إلى 3200 اللي هو الكالر تيمبرتشر المصممة به الكاميرا حتى تطلع الإضاءة
صحيحة، تطلع ألوان الصورة صحيحة، وهذا اللي قلناه هنا. يعني أنا مثلا السي سي دي مالتي مصمم، أو الكاميرا مصممة لأن تعمل بكالر تمبرتشر 3200، ما تقدر تغطي هذا السبكترم كله. فاللي راح يصير اكو كلر كونفرجن فلتر يتم استخدامه، حتى اذا انا دا اصور بهاي البيئة يحول الكلر تمبرتشر من هاي النقطة لغاية هاي النقطة، ويتم التعامل معها على اساس انه هي صورة بهذه النقطة او بهذه البيئة. depth of field او ما يسمى بعمق المجال، يشير depth of field الى المسافة بين اقرب نقطة وابعد نقطة قيد التركيز. يعني المسافة بين أقرب نقطة وأبعد نقطة للأوبجكتس اللي تظهر بشكل حاد أو بصورة حادة أو بتركيز عالي. أي نقطة خارج هذا البعد أو خارج هاي المسافة هي out of focus، خارج التركيز، أي بمعنى آخر تظهر الصورة blurry أو غير واضحة. لو نلاحظ الفرق بين الصور الثلاثة، الصورة الأولى depth of field أو المسافة للأوبجكت الحاد فقط هي مسافة قصيرة، بالصورة الثانية الـ depth of field زاد من هاي النقطة ولغاية هاي النقطة، أما بالحالة الثالثة الـ depth of field أكبر ما يمكن بحيث قدر يغطي الصورة بحدة عالية، الصورة كاملة بحدة عالية. لحسابات الـ depth of field، يتم حساب الـ depth of field وفق القانون الآتي: depth of field يساوي، خلينا نقول هذا قيمة تقريبية، 2 multiplied by distance square، يعني ال distance من الكاميرا لغاية ال object square multiplied by ال n، ال n وهو يمثل ال f number واللي راح نشرحها بالسلايدات الجاية إن شاء الله، ثم c وهو ال circle of confusion، وهذا رقم ثابت لكل CCD أو لكل نوع سنسر، كل نوع له رقم ثابت، هذا يتسمى c أو يتسمى COC، over f square. ال f قلنا focal length. ونرجع للمقارنة بين الصورتين، بالصورة الأولى depth of field shallow أو depth of field صغير، أما بالصورة الثانية فالdepth of field جدا large بحيث قدر يغطي البعد من هاي النقطة ولغاية هاي النقطة. في هذا الإكزامبل راح نستخدم القانون اللي درسناه بالسلايد السابق لإيجاد depth of field. يعطينا بالسؤال focal length، العدسة الخاص بالكاميرا المستعملة، والC أو COC ناخذ هذا منين؟ ناخذه من الجدول التالي: كل نوع سنسر إلى قيمة COC محددة. يعني مثلا الـ APS/C هذا النوع سنسر الـ COC مالته 0.018 ملم، لكن الـ APS/C نيكون، بنتاكس، سوني، هاي الشركات تصنع بـ 0.019 ملليمتر. فننتبه إلى تسمية السنسر بالسؤال حتى لا نغلط باختيار الـ COC. ثم الـ N وهو المسمى الـ F number سميناه بهذا القانون N حتى نميزه عن الـ focal length، and وانطانا الـ U هو الـ distance بين الـ object والكاميرا واللي هو 2 متر. بعد أن نحل بالقانون السابق راح تطلع النتيجة مثل ما ظاهرة بالصورة. مشكلة أخرى أيضا تظهر في العدسات واللي تسمى بالفلير. كنا شايفين أحيانا بعض الصور نلتقط صورة بواسطة كاميرا، نلاحظ أحيانا ظهور shades of colors مثل هذا اللي نشوفه، أجزاء من ألوان أو ظلال من ألوان من الإضاءة الرئيسية. هاي الظاهرة تحدث بسبب انعكاسات وانكسارات الضوء داخل العدسات في داخل عدسة الكاميرا. وقلنا لكم مجموعة عدسات، هاي العدسات عندما يدخل بها الضوء أحيانا يتحلل إلى مركبات الأساسية، هاي المركبات تعاني من انعكاسات في داخل اللنس عند مرورها بأكثر من عدسة، فتؤدي إلى ظهور ظلال اللون الأساسي من مركبات هذا اللون، مثل ما نشوف هسه اللون الأساسي هو الأبيض، مركباته الأخضر والأحمر والأزرق. لذلك في البروفيشنال فيديو كاميراز قاموا يزودون هاي الكاميرات بفت اوبشن اسمه الفلير ادجستمنت فانكشن. الفوكال لينث هو بعد الفوكال بوينت او الفوكسنج بوينت مثل ما قلنا قبل شويه عن اللنس. وطبعا قلناها اكو بعض الكاميرات احيانا تحتوي على اكثر من لنس حتى نتجاوز مشكله الابريشن، كروماتيك ابريشن تحتوي على اكثر من لنس، فالبوينت الفوكال بوينت مالتها
تسمى بالبرنسبل بوينت إذا كانت العدسة تحتوي على أكثر من عدسة منفردة، يعني أكثر من قطاع حتى يصححون مسار مركبات الضوء. الفوكال لينث هو البعد بين العدسة والفوكال بوينت. الفوكال بوينت هي اللي سميناها قبل شوية الفوكسينج بوينت، وهي نقطة تركيز هاي العدسة، النقطة اللي تطلع بيها الصورة أكثر حدة بالنسبة لهاي العدسة. في بعض الأحيان قلنا أكو بعض الكاميرات وبالذات الفيديو كاميرات تحتوي على أكثر من لينس. إذا كانت الكاميرا تحتوي على أكثر من لينس فالفوكال بوينت مالتها راح يسمى بالبرنسبل بوينت، ويكون البعد بين البرنسبل بوينت واللينس هو الفوكال لينث. الاف نمبر هو رقم يمثل أكبر فتحة للعدسة تسمح لمرور الضوء. كل ما كانت هاي الفتحة أكبر كل ما سمحت هاي العدسة بمرور ضوء أكبر. شنو الفائدة من هذا الكلام؟ يعني عند اختياري لعدسة لكاميرا معينة لازم هاي العدسة تناسب الظروف البيئية اللي راح أصور بيها. يعني كل ما كان الأبيرتشر اللي هو فتحة العدسة أكبر كل ما قلنا راح نسمح لمرور كمية من الضوء أكبر، كل ما هاي العدسة يمكن استخدامها بظروف تصوير مظلمة نوعا ما أو قليلة الإضاءة. فهذا الاف نمبر هو رقم يرمز إلى شنو؟ الدي الدايميتر، يعني شنو؟ قطر فتحة العدسة. كل ما زاد الاف نمبر تناسب عكسي، كل ما قل الدي والفتحة مع العدسة حتقل فالإضاءة كمية الإضاءة حتمر أقل. كل ما بالعكس قل الاف نمبر كل ما الدايميتر زاد وسمحت العدسة بدخول كمية من الضوء أكبر. القانون مالته اف نمبر يساوي الفوكال لينث divided by diameter. إذا كان الاف نمبر 90 والفوكال لينث مالتنا 50 مليمتر فالدايميتر will equal 0.56 وتساوي تقريبا 0.5 مليمتر، يعني فتحة جدا ضيقة. ليش؟ لأن الاف نمبر مالتنا جدا عالي. فنرجع نأكد عند اختيارنا للعدسة للتصوير بظروف بيئية قليلة الإضاءة نحتاج عدسة ذو اف نمبر مالتها يكون جدا قليل. أما إذا كان بالعكس أريدها في ظروف بيئية شديدة الإضاءة فلازم شو نسوي؟ نقلل الدايميتر، يعني نزيد الأف نمبر، يعني نأخذ أف نمبر قيمته عالية حتى يقلل من شدة الإضاءة الساقطة على LCCD. نجيب هاي الصورة مثال بسيط عن إذا كانت الصورة نصورها بظروف بيئية تكون بيها شدة الإضاءة عالية ونستخدم فتحة عدسة كبيرة، ممكن أن نحصل على صورة جدا برايت، هاي شدة إضاءة جدا عالية. أما إذا اختارينا عدسة يكون الأف نمبر مالتها عالي فيكون الدايميتر مالتها قليل، وبهالحالة راح تكون الإضاءة أقل، فالسي سي دي راح يحصل على كمية من الإضاءة أقل من ما لو حصلها من عدسة ثانية ذو أف نمبر مالتها قليل. وللسيطرة أكثر على موضوع فتحة العدسة استخدموا فتشي اسمه الأيرس. الأيرس هو عبارة عن مواد عازلة للضوء، يعني لا تسمح بمرور الضوء، توجد داخل العدسة عبارة عن عدة قطع تتحكم بهاي الفتحة. يعني حسب اختيار الأفستوب اللي يريده راح يحدد لنا الفتحة اللي حتنفتح بيها هذه القطع اللي هي أشبه بالشفرات. كل ما كان الأفستوب أكبر كل ما كانت هاي الشفرات حتغلق أكثر على العدسة فتقلل الدايميتر. لذلك العدسة اللي يكون الأفستوب مالتها عالي يكون الدايميتر مال الفتحة قليل مثل هذه، أما العدسة اللي تكون الأفستوب مالتها صغير فيكون الفتحة مال الدايميتر مالتها جدا كبير. وطبعا أكو رينج، يعني كل عدسة موجودة لأي كاميرا لها فد رينج من الأفستوب، يعني ممكن أن تكون الفتحة بحدود معينة من هالقد إلى هالقد حسب نوع العدسة. لهالسبب نشوف بالكاميرات البروفيشنال اكو فد اوبشن ممكن ان نتحكم بيه يغير فتحة العدسة، يعني يغير الدايميتر مع العدسة. شلون؟ ما يكبر ولا يصغر العدسة نفسها، لا، اللي يصير هو يزيد ويقلل الافستوب وهي فتحات الايرس. نجي الان على اللايت اند كلر. اللايت اند كلر درستوه بالكورس الاول بمنهج الفلمات فيديو تكنولوجي، انه اي شيء موجود بالطبيعة ممكن ان العين المجردة تشوفه هو عبارة عن جسم عاكس للإضاءة. يعني طبيعة العين البشرية حتى تشوف مثلا الشجرة باللون الأخضر راح يسقط عليها ضوء الشمس اللي هو أصلا مكون من كل ألوان الطيف الشمسي واللي هو ما يسمى بالديلايت واللي يحتوي على كل الكالر تمبرتشرز. هذا الجسم قادر على عكس
اللون الأخضر فقط حتى تشوف عيننا المجردة أنه هذا اللون هو أخضر. أي جسم ثاني بأي لون ثاني هو يعكس هذا اللون فقط، فعيننا تقدر تميز اللون المنعكس من هذا الجسم. يعني هذا الجسم بالنسبة لطيف الألوان هو يعتبر جسم عاكس للون الأخضر، ولكن يمتص باقي الألوان ما يعكسها. وطبعا الألوان المرئية الموجودة بالطبيعة هي من 380 إلى 760 نانومتر، هاي الأطوال الموجية للألوان المرئية. ويمكن تحليل هذا الطيف الشمسي الكلي بواسطة قطعة تسمى البريزم أو الموشور، هو القادر على تحليل أي ضوء إلى مركبات الأساسية. المودوليشن ترانسفير فانكشن هو مؤشر لقابلية العدسة على إعادة إنتاج التباين بالصورة. يعني مثلا يتم فحص قابلية العدسة على إنتاج تباين من خلال مثلا هاي الصورة، نظرنا لها من خلال عدسة معينة راح نشوف هاي الصورة يكون شكلها مثل ما موضح بالصورة، راح يكون شكلها يقل نوعا ما التباين، فهذا مؤشر لعدم جودة العدسة. وهذا المؤشر يقاس، مثلا الصورة هي 100% كونتراست، الناتج راح يكون 20% كونتراست. بسبب قرب المسافة وعدم جودة العدسة راح نلقى الفرق بين اللون الوايت والبلاك وثم وايت ثم البلاك، ما يكون واضح جدا هذا الفرق، راح يكون تقريبا الكونتراست 20% ظاهر والباقي غير ظاهر، فتظهر الصورة كأنه جراي، ما يظهر الأسود الحقيقي ولا يظهر الأبيض الحقيقي، كأنه تدرجات الجراي. طبعا هذا المخطط يوضح لنا إمكانيات بعض العدسات. خلنا نعتبر عندنا عدد لاينات من 33 إلى 100 لاين per each millimeter، فأكو عدسات تقدر تغطي من البوينت اكس فما دون بكواليتي جدا عالي، يعني من بوينت اكس إلى 33 بكواليتي جدا عالي ويقدر يميز هذا التباين. لكن إذا زادت عدد اللاينات بأكثر من قيمة البوينت اكس راح يكون أداءها ضعيف. أما النوع الثاني عدسة بي لينس بي راح يكون أداءها تقريبا متوسط على طول الفترة، بس طبعا يعني بهاي المسافة يكون الكواليتي أقل من كواليتي لينس اي، لكن إذا زاد العدد أكثر من 100 راح يكون الكواليتي مالتها أعلى من اللينس اي. طبعا هذا مؤشر جدا مهم بالنسبة لاختيار العدسة ويسمى الـ MTF Indicator Natural Density Filter. أحيانا العدسة قلنا لها إمكانيات تعمل بظروف بيئية معينة، لكن هاي العدسة إذا استخدمناها في ظروف أخرى ممكن ما تعطينا الأداء المطلوب منها، فقاموا يضيفون بعض التحسينات من ضمنها الأندي فلتر. الأندي فلتر هو فلتر يقلل شدة الإضاءة الساقطة على العدسة، بينطينا نتائج لصور كما لو كأنه غيرنا هاي العدسة أو غيرنا الأفستوب مال هاي العدسة. بعض الأحيان الأفستوب ما يتحمل يوصل إلى هاي النتيجة، ممكن يكون الأفستوب يتحمل أنه يوصل بهاي العدسة يصل لهاي النتيجة فقط. باستخدام الأندي فلتر راح يوصلنا لهذا الرينج من الافستوب. البريزم، البريزم غالبا يستعمل في كاميرات الفيديو وفي المرحلة ما بعد العدسة، ما بعد اللنس. الغاية منه هو تحليل الضوء الساقط من العدسة إلى مركبات الأساسية من الريد والجرين والبلو. ليش؟ لأن أكو بعض الكاميرات تعمل بنظام ما يسمى 3CCD. CCD هو السنسر اللي يقرأ الصورة، فالكاميرات اللي تعمل بنظام 3CCD يعني تحتوي على 3 سنسرات 3CCD، CCD1، CCD2، CCD3. كل CCD هو مخصص للون، يعني لكل CCD هو يلتقط الصورة المأخوذة بواسطة العدسة لكن فقط المركب الأخضر منها مثلا، أو CCD الثاني فقط المركب الأحمر منها، أو CCD الثالث نسخة من الصورة من المركب الأزرق فقط. فحتى يتم تحليل هاي الصورة طبعا بعدين تندمج هاي المركبات في جزء ثاني. السبب باستخدام نظام 3CCD، سابقا ما كان يوجد سنسر واحد قادر على تغطية المركبات الصورة الأساسية من ثلاثة ألوان الرايد والجرين والبلو. سابقا كان يستخدم سنسر لكل لون حتى نحصل على صورة ملونة مكونة من المركبات الأساسية ثلاث. طبعا أساس عمله بتحليل الضوء إلى عدة ألوان هو بالاعتماد على الطول الموجي لكل لون. اللون اللي طول الموجي قصير يكون السي سي دي مالته جدا قريب من مدخل البريزم، أما الأطول فيكون أبعد، والأخير وهو الريد يكون أبعد جزء عن اللنس. وأخيرا الزوم. أكو عندنا عدة أنواع من العدسات وقلنا عندها إمكانيات مختلفة، من ضمنها عدسة الزوم. عدسة الزوم هي عدسة تستخدم لتكبير المناطق البعيدة أو تقريب المناطق الصور البعيدة. شلون تعمل عدسة الزوم؟ عدسة الزوم تحتوي على أكثر من عدسة مكبرة. طيب شلون تقوم بتكبير الصورة أو ما يسمى بتقريب الأجزاء البعيدة من الصورة؟ نرجع إلى قانون اللي قلناه،
قانون الـ Angle of View في بداية المحاضرة مع اليوم. قانون الـ Angle of View يقول الـ Angle of View يساوي 2 tan inverse الـ Y اللي هو الـ Image Size أو الـ Frame Size divided by 2F. الـ F قلنا الـ Focal Length. طيب إذا ردنا نكبر الصورة يحتاج أن نبعد العدسة أو موقع العدسة عن CCD. كل ما اقتربت العدسة من الجزء المراد تصويره كل ما كبر حجم الجزء المراد تصويره بالنسبة للعدسة، وهاي من خواص الفيزيائية للعدسات. بعد ما نبعد العدسة عن CCD راح تصير عملية التكبير. زين، إذا بعدنا العدسة عن CCD شو راح يزيد عندنا؟ الفوكال لينث. طيب إذا زاد الفوكال لينث معناها الانجل اوف فيو صار بها قلت، لأن تناسب عكسي. إذا زاد الفوكال لينث الانجل اوف فيو راح تقل، وهذا ما يحدث بالفعل بثبات الواي، يعني حجم الصورة أو حجم الفريم البعد من هاي النقطة لهاي النقطة هو راح يبقى من هاي النقطة لهاي النقطة، وكذلك الارتفاع وكذلك البعد القطري. حجم الصورة ما حيتغير، حيبقى ثابت بثبات مساحة السي سي دي، لكن اللي حيتغير شنو؟ الانجل اوف فيو. لما زيدنا الفوكال لينث، يعني هسه هنا الفوكال لينث ببعد معين، هنا زاد الفوكال لينث، فبهالحالة شنو اللي صار عندنا؟ الانجل اوف فيو راح تقل. ولذلك نشوف احنا من ندخل من نستعمل الكاميرا ونستعمل الزوم باللينس راح نشوف العدسة راح تقل أبعاد الصورة اللي تم أخذها. هسه لو نشوف هنا الصورة الثانية بعد التكبير أصبحت تغطي جزء من الصورة الأولى فقط وليس الكل، اللي هو من هاي النقطة لغاية هاي النقطة فقط. شكرا أعزائي الطلبة، وأتمنى لكم دوام الموفقية.